حياكم الله مشاهدينا متواصلين معاكم في غبقتنا. شفتوا معانا اللويه اللي سواها زميلنا عبد اللطيف صالح؟ شفتي لولو شنو سوى؟ عبد اللطيف مشاكس سوالهم لويه ب 88 كنا رياليتي شو سوالهم. اكيد يعطي الف عافيه. راح يتواصل ويانا بالغبقه في فقرتك اليوم غبقه. الحين معانا كاتب كتاب انباعت منه 250 الف نسخه ترى الحياه عجيبه، هو الكاتب الكويتي الشاب والمذيع الاذاعي يوسف الهاجري. حياك الله مساء الخير. ان شاء الله مساكم الله بالنور. انا وايد سعيد اليوم اني كنت معاكم في هالبرنامج هذا، متحمس جدا للقاء. احنا اكثر والله يوسف. نعم. منورنا اليوم. منورنا. جزاك الله خير. منو نوركم والله. اكيد لقائنا معك راح يكون عجيب مثل عنوان كتابك ترى الحياه عجيبه. شنو العجيب في الحياه؟ والله هذه في شغله لازم ابينها، ان لما كتبنا الكتب خصوصا الفتره الاول ما طلعت الكتب كانت الناس تظن ان كتبي هي الكتب الايجابيه اللي تقول ان الدنيا ورديه، وان بس انا كتابي كومبليتلي ديفرنت عن هذا الشيء. انا وايد احب الواقعيه في الامور، يعني على ان التايتل مثلا ما شاء الله وايد ناس حبته واستانست عليه واعطاهم هذه النظره ان الايجابيه راح تكون وايد، بس لما يقرونه يكتشفون انه هو واقعي جدا. الامور اللي تكلمنا عنها، الجوانب اللي ناقشناها في الكتاب واقعيه. والسؤال هي حق المشاهد الحين، الواقعيه هذه من شاب عمره 21 سنه درس هندسه صناعيه، من وين الحين 23 وداخل 24 الشهر الجاي ان شاء الله. حلو. انت 24 هم من وين جت الواقعيه هذه من الحياه؟ بعدك شاب صغير يعني ما شاء الله. أنا ما أعطيت نصايح في كتابي ولا مرة، يعني حتى مثلا أحد يقول ينصحني أنا ما أنصح. بالنهاية أنا لازلت توني في بداية العمر، لكن في الكتب الثلاثة اللي كتبتها وحتى مثلا أكتبها في الإنستغرام أو في تويتر، حتى لولو تابعنا على طول وتشوف اللي قاعد أنزله، أحاول كثر ما أقدر أن أنا أنقل تجربة أنا عشتها. أنا ما أقول أن هذا المكان صح، لكن أقول هذا شيء أنا جربته وهذا اللي صار معي وهذا النتائج اللي سويتها. والناس أحس يمكن مالت حق الكتاب أكثر، لأن بالنهاية إحنا نحب كل شيء صادق، كل شيء بالدنيا صادق نحبه. ما أجمل العلاقات الموجودة في حياتنا نحن لها لأنها كانت صادقة. فأنا وايد أحس إن اللي خلى الناس ترتبط بالكتب هذه إنها كانت صادقة. صحيح. يعني يوسف يمكن أنا أحد متابعينك الكثار. يا بختي أنا أحد متابعينك الكثار، قاعد ألاحظ من خلال كتبك اللي أنا قريتهم ثلاثتهم، لأن كتب صراحة جميلة من رأيي الشخصي. قاعد توصل رسالة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والكتب الثلاثة. شنو الرسالة اللي حاب توصلها مع أن نلاحظ اختلاف كبير بين كتابك الأول والثاني والثالث؟ صح. الكتاب الأول لما سويته المرحلة العمرية اللي أنا كنت فيها، حتى مرحلة الفكر اللي كنت أفكر فيه، كانت وايد تشدني ملامح الحياة. كنت أحب أكتب بس عن الأمور الأولية في الحياة. لما جيت أكتب الثاني صار عندي يعني اهتمام أكثر بعلاقة الشخص مع غيره، سواء كانت عاطفية اجتماعية، فركزت على هذا الأمر. في الجزء الثالث ركزت وايد في علاقة الشخص مع نفسه، لأن أنا دائما عندي إذا الإنسان انصرحت علاقته مع نفسه ترى كل شيء والفول انتو بليس. حتى انت الحين لما تدخل في علاقه مع شخص سواء كانت عاطفيه او صداقه ولا whatever، اذا انت كنت مستقر من داخلك نسبه نجاح العلاقه هذه وايد كبير. فانا وايد اؤمن ان الكتب الثلاثه كل واحد يناقش مرحله عمريه معينه، فكره معينه. فالثالث اللي وصلنا له اللي هو علاقة الشخص مع نفسه عن طريق التجارب اللي تكلمت عنها والأشياء اللي ناقشتها في الكتاب. حلو. يمكن لولا تكلمت عن الكتاب من الداخل لأنها قرأت الكتاب، أنا للأسف ما قريته، لكن شفت الغلاف وغلفت الثلاث كتب كلها مميزة. شنو استغ فيها؟ الجزء الأول صورناه بالكويت، حتى الناس ما كل عبالهم برا، بس إحنا صورناه بالكويت والله ذكرها بالخيل والخطاف. نعم. هي اللي صورت الغلاف. المكان اللي صورنا فيه يعني كل واحد يكتب حوشه هذا الرايتر بلوك، يعني حتى لو انت ما شاء الله على تصممين وشي ساعات يحوشت هالقفله انه ما يطلع شيء معك، تحاول تسوي كل شيء ما يطلع معك شيء. فاذكر لما كنت اكتب الكتاب الاول كنت اروح حق هذا البحر بالحصانيه في المنطقه هناك، فصار لي يمكن سنه كامله وانا اتردد عليه على طول لما يعلق مخي اروح هناك اكتب فيه. لما انا اصور الغلاف صار فيني ان انا مدين لهذا المكان اللي انا اصوره واحطه بالغلاف. فسبحان الله لما صورناه اول الجزء كان نفس المكان، وثلاث اجزاء كانت كلها نفس المكان، بس في كل جزء سوينا حركه. الجزء الاول كان فاضي بس الكرسي مع الليت ماله. الجزء الثاني مثل ما قلت لكم ناقشنا فكره علاقه الفرد مع غيره، فحطينا على الكرسي مودلز، وكان حتى واحد منهم الله يذكره بالخير بدر سنعوسي، هو كان واحد المودلز اللي اشتغل معنا. في الثالث
خذيت نفس المكان نفس سبحان الله يعني حتى الكرسي كل اللي حوله شالوا الشاطئ هذا كله انشال الا الكرسي خلوه سبحان الله شنو يدرون حقي وطلع هالانتاج الحلو وطلع هالانتاج هذا يعني ما شاء الله كلكم متقاربين حتى بالفكر يعني لولو الخطاف نوجه لها تحيه صح أكيد يمكن أكيد وبدر سنعوسي نفس الشيء الكتاب الثالث صورة الحربي لان لولو كانت في امريكا فالوحيد اللي اثق برايه الحربي فهو جزاه الله خير سوى لنا وطلع هالشيء الجميل الحمد لله فعلا قاعد نشوف فيه تميز وكان لك ايضا مع تألقك في الكتابه هالكتاب لاقى اصداء كثيره يعني في ايجابيه مطلقه بالثلاث كتب ايضا تميزت بالتقديم الاذاعي شلون كانت تجربتك وشلون كنت حدثنا اكثر عن احلى التجارب اللي مريت فيها الله يذكره بالخير استاذ خالد العجلان كلمني من اذاعه الكويت فقال لي يوسف ودنا نقدم برنامج معك ما ادري شو اللي انا قلت له روح معاك عطني اعداد عطني تقديم وانا بمسك كل شيء ما ترددت على طول سبحان الله يعني اول مره كنت عاده استخير بس هالمره قلت شيء بداخلي قال لي هذه خطوه صح سوها وقدمنا 6 اشهر من امتع البرامج بالنسبه لي لكن عقبها وقفت لان انا درس هندسه فكان صعب وايد ان انا اعد واقدم نفس الوقت ادرس فوايد هندسه صناعيه بعدها صعبه وايد شغل كانت فيها فقلت خلاص 6 اشهر وقفت لكنها كانت من امتع التجارب والحين لما طالع ورا اقول شلون سويت هذا كله شلون قدرت لقيت وقت اطلع هذا كله بس سبحان رب العالمين اذا بارك لك بوقتك يطلع الوقت حلو صحيح. اليوم عندك خطوه انك تنتقل حق التقديم التلفزيوني وهو اسهل بعد معروف من الاذاعه يمكن عقب اللي شفته اليوم وياكم ورايكم اليوم كذي ايش رايك نحطه تحت التجربه يلا هو تميز وقال ما تردد بالاذاعه بالتلفزيون رايك خاص الموضوع عند عبد الله التلفزيون وايد يعني يحتاج أن تكون كاشخة 24 ساعة حالق 24 ساعة وصورتك اللي برا تكون مرتبة فأنا وايد عندي هالشيء إنه التزام ما شاء الله عليك ما عليك زاد ما شاء الله مبتسم بعد ما شاء الله وأيك سمح بشوش يا رب بسعدكم يا رب بسعدكم لكن لو بنقول لك تجرب الحين تصير مذيع معانا شنو ودك تسأل سأل عبد الله على طول اسألها حلو 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 يعني الحين أنا بكون مذيع وأسألكم أنت المذيع خليك مني سألوني على طول خلاص الكاميرا لك لك عبد الله بسألك أنت يلا كيف شنو شعورك وانت الحين تدري ان وايد ناس بالكويت قاعد يتابعونك بهاللحظه شنو اول شيء ما شنو شعورك وانت تدري ان وايد ناس قاعد يتابعونك بالكويت بهاللحظه والله انت ماخذ البرايم تايم يعني الحين اي هو من 11 12 وكل قاعد يتابع تلفزيون الكويت بهاللحظه شعوري معاي ضيف مميز اليوم يوسف الهاجري اكيد فبنحس ان المشاهدين قاعد يشوفون هذه الايجابيه اللي نشوفها يا رب بس انت دبلوماسي شفت الشوت طريت الاجابه ما خليت صوتك على طول انت مميز اليوم واكيد وكتابك هذا متوفر الحين بالاسواق اللي بياخذ هذه الايجابيه من شخصيتك اكيد يكون متوفر ترى الحياه عجيبه الله الله يوفقك ان شاء الله ومنها للاعلى ونشوفك من نجاح لنجاح وتحقق كل اللي تتمناه واكثر يا رب ودنا كلمه اخيره تقولها في هذا الشهر الصغير خاصه نشاطك رمضان يقول لنا عن نفسك هالسريع امس سولفت عنها بسناب واحس انه وايد مهم احنا نركز على هذا الشيء احنا كلنا عارفين رمضان شهر طاعه وعباده وصلاه وهذا شيء يعني ما نقدر نتغاضى عن الفكره هذه بس انا دائما يصير فيني ان في الادعيه اللي ندعيها في هذا الشهر خلينا ندخر شيء حق بعد السنه بعد ما ينتهي رمضان يعني دائما اقول الكلمه هذه ان اطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان يملي قلوبكم بالحب الحب الكافي ان حتى بعد ما يخلص رمضان يغنيكم الحب اللي لما اقرب الناس عليكم يرفضكم تقدرون تحبون نفسكم سألوا الله ثبات السدره في اللحظه اللي كل شيء حولنا يدعو للانهيار سألوا الله القوه في اللحظه اللي كل شيء يدعوكم تكونون ضعاف أحس أن الواحد لازم يدخر كثر ما يقدر يدعيه في رمضان عسى الله يستجيب لنا يا رب العالمين آمين أجمعين إن شاء الله ومن بعد هالكلام العجيب من مؤلف ترى الحياة عجيبة وهاللقاء العجيب ما نقدر نقول شيء إلا شكرا على وجودك معنا اليوم في غبقة الحمرة نورتنا وننتقل مع مشاهدينا بعد هاللقاء إلى معرض ثوب مخرجتنا مروة راحت معرض ثوب ولقت هناك من يعني دانا طويرش دانا طويرش أكيد كثير من الناس تتابعها لأنها متميزة في اللي قاعد تقدمه صادتها هناك مروة مخرجتنا وأكيد سألتها كم سؤال عن طقوسها في الشهر الفضيل نتابع التقرير مع دانا طويرش من معرض ثوب